جو بايدن بصفته نائبا للرئيس الأمريكي جال عام 2009 على القيادات اللبنانية. تبدلت الأدوار اليوم، من كان يحمل آنذاك الرسائل السياسية بات يصنعها اليوم، ومن كان يحظى بدعم أمريكي في زمن ما بات يميل اليوم إلى خفض سقف توقعاته، فقرب المسافة أو ابتعادها غالبا ما تحددها مصالح واشنطن في لبنان. النظرة الأمريكية إلى الداخل اللبناني كمان حسب ما هي ترى مصلحتها مع هذا الداخل اللبناني. وخصوم أمريكا صامدون على مواقفهم من سياساتها الاستراتيجية، لذلك تعليق آمال واعدة وتغييرات جوهرية واستراتيجية في السياسات الأمريكية في المرحلة المقبلة، ما حدا لا يعلق آمال ولا يغش حاله ولا شيء. أما التيار الوطني الحر الناقم على إدارة أمريكية فرضت عقوبات على رئيسه، فلا يتوقع تغيرات بتغير ساكن البيت الأبيض. ما منعول كتير على تغيير بالسياسة الأمريكية بين ترامب وبايدن، إنما اللي عم بيصير اليوم لأنه الطريقة اللي تعاطت فيها إدارة ترامب مع بعض الملفات ومنها الملف اللبناني، وتحديدا بطريقة إدارة العقوبات وتحديدا باتجاه الوزير جبران باسيل، نحن بنعتبر أنه إدارة ترامب أخطأت. هكذا هو المشهد إذن، جدران ترتفع بين أمريكا وسلطة لبنانية تنتظر منذ شهور تشكيل حكومة تتهم واشنطن بعرقلتها. لا مكان للثقة بالإدارات الأمريكية، هذا ما يقوله ساسة لبنان فوق الطاولة، لكن معظمهم ينتظرون إدارة بايدن وحراكها السياسي في المنطقة، علها تدفع بتشكيل حكومة لبنانية ولو بتسويات من تحت الطاولة. علي رباح، العربي، بيروت.